قل لي يا ماهر، كيف تستطيع أن تجد كل ما تريد من المواقع والمعلومات بهذه السرعة الكبيرة؟ أنا أستخدم مواقع متخصصة في إيجاد المعلومات والمحتويات المختلفة الأخرى على الشبكة، وتسمى بمحركات البحث. ها؟ وكيف نقوم بالبحث يا ماهر؟ عملية البحث سهلة جداً. هناك الكثير من محركات البحث، ومنها محرك البحث جوجل. قوموا بطباعة www.google.com في خانة العناوين داخل المتصفح للوصول إلى محرك البحث. سنجد هنا صندوق البحث، وهو مكون من خانة كبيرة للنصوص المدخلة بالإضافة إلى زر البحث. عندما تبدأ بإدخال كلمات البحث، سيقوم محرك جوجل بإظهار قائمة اقتراحات لأشياء تم البحث عنها مسبقاً، وهذا يسهل عملية البحث بشكل أكبر. هل يمكنك أن تشرح لنا يا مفيد كيفية قراءة صفحة النتائج؟ بكل سرور. ستظهر النتائج على شكل قوائم متتالية من الروابط التي تتكون كل نتيجة فيها من العناصر الرئيسية التالية: أولاً، اسم أو عنوان الموقع، ثم مختصر عن الموقع أو نص مأخوذ منه، ثم رابط للموقع URL. يمكنك يا جدي البحث عن أي معلومات أو ملفات أو مواقع أو صور أو أفلام بنفس الطريقة. ولكن يا جدي، كيف يمكنني أن أضمن أن النتائج التي أخرجها لي محرك البحث هي بالفعل ما أبحث عنه؟ في معظم الأحيان ستجد بالضبط ما تبحث عنه، ولكن هناك بعض النصائح التي تساعدك في أن تحصل على نتائج أدق. فمثلاً، كل كلمة لها وزنها وأهميتها في البحث. كن بسيطاً ومباشراً في المصطلحات التي تختارها، وكلما استعملت كلمات وصفية أكثر كان البحث أفضل. وحاول أن تكون الكلمات مترابطة وذات معنى ومختصرة. يمكنك استخدام بعض الإشارات والرموز التي قد تساعدك في الحصول على نتائج بحث أدق. للبحث عن كلمتين معاً، أضف إشارة الزائد بينهما، ولاستثناء كلمة معينة من البحث ضع إشارة السالب قبلها. وإذا أردت الحصول على جملة كاملة بالتحديد في نتائج البحث، فضعها داخل علامتي الاقتباس. وهناك العديد من الاختصارات الأخرى التي تساعدنا في الحصول على دقة أكبر في عملية البحث. ولكن يا مفيد، ما هي الإمكانية في البحث بلغات أخرى؟ بالطبع يا جدي، يمكنك البحث في أي لغة تريد، بالإضافة إلى إمكانية ترجمة أي صفحة تريد قراءتها إذا لم تكن الصفحة باللغة التي تفهمها. رائع، لم أتصور أن الوضع بهذه السهولة واليسر والإمكانات الواسعة. هيا بنا لنبدأ البحث.